صنفه الدكتور الشيخ اسامه السيد الازهري ونزل في المعرض الكتاب، وانا ارى ان هذا الكتاب جاء متاخرا 50 عام، يعني الازهر متاخر 50 سنه بانه يصنف مثل هذا الكتاب. ولكن على اي حال ربنا سبحانه وتعالى قيد احد الازهريه المعاصرين وهو الدكتور اسامه، ورد على كلام سيد قطب وعلى كلام الفرق المعاصره التي تعتقد ان كتاب ظلال القران الذي كتبه سيد قطب انه كتاب بديع وانه لا بد الا تخلو منه مكتبه انسان مسلم، كان يدعو ذلك انه كتاب مليء بالمتفجرات ومليء بالاخطاء وانه ما يربي الا الحقد والكراهية في نفوس المسلم تجاه المسلم. هذا الكتاب بمنتهى الخطورة، وتجد أن هناك أيادي خفية في طبع هذا الكتاب وفي الدعاية له. هذه الأيادي الخفية نحن لا ندركها ولا نراها، ولكن أرى أن وراءها اليهود وأراها الأمريكان، وأن سيد قطب نفسه في بدايته فيه سر غريب. هذا الرجل كان صحفي وناقد أدبي ومسؤول، ما نعرفش انه ماسوني ولا، لكن هو كان اللي نعرفه عنه انه صحفي ناقد ادبي، وراح امريكا، رجع من امريكا قعد يفسر في القران. حصل له ايه في امريكا عشان يعمل الحكايه دي؟ ما نعرفش. فيها نوع من الغموض. قابل من غير فكره، التقى بمن فغير فكره، التقى بمن فبرمجه بطريقه معينه، ثم هجم على القران يفسره. شيء عجيب، يعني تملي العلماء اخر حاجه يفسرها في عمره القران. يعيش طول عمره يقعد يقرا فقه ويشرح، يقرا اصول ويشرح، قواعد نحو ويشرح، ويقرا احاديث ويشرح، يقضي عمره كده لحد ما يبقى عنده 70 سنه قرب يموت يبتدي يقعد يفسر القران. ما حدش يهلك مع القران الاول، لان القران ده ليه، يعني انا ربنا كرمني، انا بقالي سنين بقرا على الناس وحضرت على مشايخي من وانا طالب كتب السنه الحمد لله كلها والشروح والأحاديث، لحد دلوقتي ناس يقولوا لي تعالى ادينا درس تفسير القرآن انا اجد هيبه، لكن لما يقول لي تعالى اقرا صحيح البخاري واشرحه اقول له اه، تعالى اقرا صحيح مسلم مش اه ممكن. فهمت ازاي؟ نقرا مش عارف كتاب الرساله الكشري مش اه ما فيش ايمان الا القرآن تخاف، لا رأي ده كلام الله يا ولا. عجيب ان سيد قطب ينتقل من ايه، من ناقد ادبي فني الى مفسر القرآن فجأة، شيء عجيب برضه. وبعدين لما فسره وجد من نشره له وطبعه وهو كان لا يملك مالا، ثم ما وجد دعاية كبيرة لمن ايه ألفه، كل حاجة يألفها تبص تلاقي ايه الناس كلها تسمع عنه. اه ده في بقى كان مقصود الظاهر هذا الفكر ان هو يبث فايه يغير افكار الناس ويحول المسلمين الى شيع يضرب بعضهم رقاب بعض. خد بالك ان اعداء الاسلام بيخططوا على مدى 100 سنه قدام، عندهم بعد نظر، وهم بيلتقطوا العقول الشاذه دي ويعملوا منهم نجوم. يعني هم لا يصنعوا احد، خد بالك، هو فقط ينقب عن العقول الشاذه من وسط المسلمين، ثم بعد ذلك يصنع منها نجم من النجوم، علشان الناس بعد كده ايه شهره، زي نظام هوليود برضه نجوم السينما، يجيب لك واحده قبيحه ويلبسها ويزوقها وتبقى ملكة جمال ويعملها فيلم، وهي أصلا قبيحة. صناعة النجوم دي صناعة أمريكية معروفة، واخد بالك، عندهم قدرة على إن هو يعمل منك يعني إيه نجم كبير، وإنك أنت فيك ما ليس في غيرك، وأنت لا تملك شيء من أدوات التميز. فأنا أرى إن سيد قطب هذا وراءه سر غريب، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني أنا كنت في الكلية ناس كتير كانوا يقولوا لي اقرأ سيد قطب، كنت اقعد اقرا والله كنت لا استطيع ان اكمل صفحه، مع ان ما كانش عندي حاجه لا علم ولا كنت حافظ حتى القران، لانه مش هو ده الدين. تحس انه ده راجل اديب قاعد بيتكلم وبيضيع وقتك. فهجرت الكتب بتاعته. لما تزوجت سنه 79 وسكنت في المنيل، كان جنبي مسجد اسمه مسجد قايتباي. انا تزوجت وانا امتياز، كنت لسه متخرج من سنه، فبصلي الفجر هناك في قايتباي، لقيت مجموعه قاعدين ناس معاشات، اللي كان وكيل وزاره وكان مفتش لغه عربيه وكان مش عارف دكتور ايه، وكان بيقعدوا. انا قرات الفجر في مسجد قايتباي، لقيتهم بيقعدوا بعد ما يقراوا القران قبل الشروق يقروا في كتاب الظلال. كويس، انا طول عمري الكتاب ده
عندي كده حساسية منه، ليه ما اعرفش، لا حاولت ان انا اقراه ما مشيتش فيه، مع اني كنت اقرا صحيح مسلم شرح الامام النووي اقرا فيه 20 30 صفحة ابقى مبسوط، لكن اقرا فيه ده صفحة واحدة احس اني هضلم، اروح اقفل مش عارف ايه السبب. فانا لما لقيت الناس دول طيبين قاعدين يقروا في الظلال كل يوم تلت ساعة ويقوموا يصلوا الضحى ويمشوا ومنسجمين منه قوي، وهو قاعد يقول المجتمع الجاهلي والاسلام مش عارف والجاهلية والجاهلية، التكفير محض. فانا طبعا ما كانوش يعرفوني الناس، فضلت قاعد معاه وكنت اعلق في بعض الايات لحد ما الناس حبتني. ست شهور، بعد ست شهور قلت لهم ايه رايكم بدل ما نقرا للظلال نقرا الكتب الاصول الاول، بدل ما نقرا حاجات زي دي، فنقرا مثلا صحيح البخاري، نقرا صحيح مسلم، نقرا كلام النبي على طول، بدل ما نقرا تعليقات الناس على كلام القران او تعليقات العلماء على حديث النبي، نقرا حديث النبي على طول كده. ايه رايكم؟ فقالوا اه بس البخاري ده، او واحد منهم قال ايه لا نقرا مسند الامام احمد بن حنبل. قلت له مسند مسند، المهم انت عايز اخلص من مصيبه الظلام، واخد بالك؟ فجبنا فعلا المسند وربنا كرمنا وقعدنا نقرا في مسند الامام احمد بن حنبل، خلصناه في 11 سنه، حلنا محل الظلام، فهمت ازاي؟ وخلصنا مسند الامام احمد بن حنبل وبدانا بعديه صحيح مسلم، وربنا كرمنا وفطمنا الناس عن هذا الكتاب. لكن الحقيقه كان في زمان من زمان في ذهني حد علماء لجنه تمسك هذا الكتاب فقرات كده وترد عليها، ما حدش عملها، كان ربنا بيدخر الامر لاسامه السيد ربنا يكرمه ويبارك فيه ان هو يقوم بهذه المهمه، فقام بهذه المهمه في الكتاب سماه الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، وقايل فيها التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش في ميزان العلم مفاهيم الحاكمية، هم تملي يتكلموا في الحاكمية والجاهلية والجهاد والوطن، واخد بالك، والتمكين والحاجات الكلام، يعني هم ليهم ألفاظ معينة عايزين يكرروا فيها ليل نهار، زي ما الوهابية عندهم ألفاظ معينة طول النهار يكرروها، التوسل والشرك والأولياء والأمت، كل كده عندهم لوثة يعني معلومات معينة مغلوطة ويكرروها ليل نهار لا يملوا. فاحنا ايه هنقرا في هذا الكتاب ناخد بعض الافكار دي. ده جايب لي حاجه كده بيقول سوره نادره لمقاس لماذا صرت ماسونيا. ربما التقى بناس يعني ايه يعني اصل خد بالك ان في بعض الناس اللي هم شياطين الانس يجندوك لاهدافهم دون ان تشعر انك مجند. في طرق كده للتعامل مع عقول الناس بحيث ان يبرمجك بطريقه دون ان تشعر انك مبرمجا. وانا اعتقد ان البغدادي ده وبتوع داعش من هذا النوع. اتبرمجوا بطريقه معينه وقعدوا هناك سنوات يبرمجوهم بطريقه معينه علشان في الاخر يطلعوا لنا بالكلام الغريب اللي احنا بنسمعه ده وكانه دين جديد امريكاني، امريكان اسلام. مش الاسلام بتاع النبي ده ولا اسلام الصحابه. فبيتكلم قايل في المقدمة إن الكتاب ده عبارة عن مشروع علمي أزهري مؤصل يستعرض على مائدة البحث العلمي والتحرير المعرفي الدقيق خلاصة المقولات والنظريات والأفكار التي بني عليها فكر التيارات السياسية المنتسبة للإسلام في 80 عاما الماضية. والأزهر الشريف الذي هو منهج علمي رصين مؤصل يجر من ورائه تجربة 1000 سنة في صنعة التعليم والتمرس بدقائق الصناعة العلمية وتخريج العلماء المتبحرين عبر أجيال ممتدة ودوائر علوم متضافرة، وطول زمن صقل التجربة وسدد ثغورها وعزز تكاملها حتى استقرت معه مناهج العلم والمعرفة على نحو النادر الحدوث في شعوب الإسلام ومدارسه في المشرق والمغرب. فكان لابد من وقفة تاريخية أزهرية يستنفر فيها الأزهر علومه ومعارفه وتاريخه وأعيانه ومناهجه وأدواته العلمية، ويضع نتائج تلك التيارات تحت المجهر حتى يصدر فيها الرأي الفصل، وينفي عن دين الله تعالى ما ألصق به من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتحويل الجاهلين. وإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وقفة أزهرية تاريخية عكفت على الرصد والتلخيص والاعتصار والمقارنة للمفاهيم وتمييز الأصل المحوري منها من الجانب العارض
حتى تم التلخيص والاستخراج الأمين للمرتكزات والأصول والمقولات التي بنيت عليها أطروحات الإسلاميين المعاصرين كقضية الحاكمية وقضية الجاهلية وحتمية الصدام ومفهوم الجهاد ومفهوم الخلافة ومفهوم المشروع الإسلامي ومفهوم العلاقة بين ديار المسلمين وديار غير المسلمين ومفهوم التمكين وعلاقة القوانين بالشريعة ومفهوم الوطن وغير ذلك كثير من المفاهيم الملتبسة المفخخة التي أنتجت الكثير من التكفير والدماء في القرن الماضي وإلى يومنا هذا. ومن العجيب أن التيارات الفكرية في زمانه بدأت حركتها في تكفير المجتمع وحمل السلاح في وجهه بمسألة الحاكمية، يعني في زمان سيدنا علي بن أبي طالب، بناء على فهم سقيم لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحاكمية هي بعينها المسألة الأم التي انطلقت منها سائر التيارات في العصر الحديث برضه، كما انطلق الخوارج أيام سيدنا علي من هذه الآية انطلقت برضو التيارات الحديثة من خلال هذه الآية، مما يوصلنا إلى أننا أمام منهجين: منهج فكري مستقيم في الأزهر الشريف ويقابل منهج فكري سقيم ومضطرب مفعم بالتشنج غاضب ومندفع وعدواني عنده حماس للإسلام دون فقه ولا بصيرة ولا أدوات للفهم إلى غير ذلك من سماته وخصائصه الثابتة، وهو يظهر عبر الزمان على هيئة موجات متتالية، وكلما مضت عدة أجيال برزت منه موجة جديدة بهيئة مغيرة ونحت شعار واسم جديدين، لكنها تستصحب طريقة التفكير بعينها وتعيد نفس المقولات والنظريات بعينها وترتكب الأخطاء الفادحة في فهم الوحي بعينها. ولا يعني هذا أن الأزهر يحتكر لنفسه حق تأويل النص أو أنه يقصر المعرفة على نفسه دون غيره، بل الأمر راجع إلى منهج علمي رصين حافظ الأزهر عليه ونشره وعلمه وأودعه في الكتب وجعله متاحا، بل قد قامت على هذا المنهج مدارس أصيلة كالزيتونة في تونس والقرويين في فاس والجامع الأموي في دمشق وجامع الفاتح في اسطنبول وأربطة العلم في حضرموت ومحاضر شنقيط ومسايد السودان والمدارس العلمية الموقرة في الملاي والهند والعراق والعمق الإفريقي وغير ذلك من المدارس العلمية الأصيلة في أقطار المسلمين. فالأمر ليس احتكارا للمعرفة بل غيرة على هذا المنهج المتاح، وعلى كل من أراد أن يشارك في الاستنباط من القرآن ألا يقصر في تحصيل هذا المنهج وإتقانه وإحراز الشهادة والإجازة العلمية فيه، وإلا فهو معتاد على العلم ومقصر في طلبه وتعلمه. الحاكمية وتكفير المسلمين جميعا، دي القضية الأولانية اللي هيتكلم عنها. العجيب أن سيد قطب الوحيد اللي جعل الحاكمية ركن من أركان الإسلام بغير الحكم بما أنزل الله من أحكام يكون المسلمون كفارا، والرسول يقول بني الإسلام على 5، فجعل جوه بني الإسلام على 6 فخلاها 6، حط الحاكمية دي وجعلها من أركان الإسلام، زي ما إيه ما جعل برضو الشيعة والروافض جعل الإسلام بني على 5 المعروفة مع الإمامة، حطوا الإمامة هي ركن من الأركان، واخد بالك؟ وزي برضو الوهابية العصر جعلوا برضو الإسلام بني على إيه 5 دول زائد اللحية وختان البنات ونقاب النساء، جعلوها من الأركان بحيث أي واحد يتكلم في نقاب النساء يبقى كفر، أي واحد يتكلم مش عارف الختان يبقى مجرم، أي واحد يتكلم شيء عجيب، وهو أنك أنت تاخد أشياء فرعية بسيطة تجعلها من إيه من الأصول ثم من الأركان ثم بغيرها تبقى كفر. مشكلة غريبة، عقليات غريبة، فلازم ناخد بالنا من مثل هذه العقول. الفكرة المحورية التي تأسست عليها بقية مفاهيم التيارات الإسلامية فكرة الحاكمية، فإنها هي الجذر الذي أو الجذر الذي نهضت على أساس منظومتهم الفكرية بكل مقولاتها ومفاهيمها وفروعها، ومنها تولدت بقية مفاهيم، فانبثقت منها فكرة شرك الحاكمية وتوحيد الحاكمية عند سيد قطب وأخيه محمد قطب، وتولدت من ذلك فكرة العصبة المؤمنة وفكرة الوعد الإلهي لهذه العصبة المؤمنة وفكرة الجاهلية التي هي حالة بقية المسلمين وفكرة المفاصلة والتمايز الشعوري بين الفئتين اللي هي فكرة التكفير والهجرة، كل دول بسبب طلعوا من الظلال ومن معالم الطريق.
وفكرة حتمية الصدام بين الفئتين عند سيد قطب الإقامة الخلاف، وفكرة التمكين إلى آخر شجرة المبادئ التي نتجت من قضية الحاكمية، والتي تتكون من مجموعة نظرية متكاملة داخل عقل تلك التيارات. عند التفتيش عن الخيط الناظم والمنجم الفكري الذي تولدت منه كل تلك الأطروحات، تبين أنه كتاب ظلال القرآن، وأن ما سواه من كتب سيد قطب ككتاب معالم في الطريق فما هي سوى مقتطفات من كتاب الظلال. حتى قال القرضاوي في مذكراته، القرضاوي أيام كان من العلماء غير القرضاوي بتاع دلوقتي، القرضاوي بتاع دلوقتي أصابه بعض الخرف، والعلماء يقول لك إذا أصاب العالم الخرف فكلامه ليس بحجة، فهمت إزاي؟ فلازم تاخد بالك، القرضاوي أيام ما كان في كمال عقلي عالم مستنير وله كتب وله مؤلفات قيمة تستحق أن تقرأها وتستفيد منها. حتى قال القرضاوي في مذكراته إن فكرة التكفير لمسلم اليوم لم ينفرد بها كتاب المعالم، بل أصلها في الظلال وفي كتب أخرى أمال العدالة الاجتماعية. الكلام ده قاله القرضاوي في كتاب ابن القرية والكتاب، ملامح سيرة ومسيرة، طبع دار الشروق للقرضاوي. فظلال القرآن هو المدونة الأساسية التي ترتكز عليها وتنبثق منها كل تلك التيارات التكفيرية، مما يحتم وضعه تحت المجهر. وكان مطلوب الكلام ده يتعمل أول ما نزل الظلال، لكن شوف تأخرنا قد إيه، لدرجة إن آخر طبعة للظلال الطبعة الـ 42، يعني شوف قد إيه انتشر. لما يبقى كتاب واحد يطبع 42 مرة وطبعته تنفذ، يبقى قد إيه انتشر في كل بيت. مما يحتم وضعه تحت المجهر وقيام عمل علمي نقدي دقيق يعتصر الكتاب ويلخص مقولاته ونظرياته الأساسية وعباراته المفتاحية، ويستخلص من بين أجزائه وصفحاته المطولة وإسهابه البياني المستطرد تلك المقولات الرئيسية. ويؤكد ذلك أن صالح سرية، صالح سرية اللي هو كان اللي عمل قضية الفنية العسكرية، بعضكم طبعا ما عشاش كنتوا صغيرين أو ما تولدتوش، لكن أنا كنت ساعتها في ثانوي، وكراسات صالح سرية دي جات لي، كانت في مكتبي كنت بقرأها، فهمت إزاي؟ مكتوبة بخط يدي، وكنت ساعتها أنا يعني في 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 ثانوي، فدي كلها ناس. وكراسات صالح شكري مصطفى اللي هو مؤسس جماعة التكفير برضه، أصل دول كلهم نشأوا وإحنا كنا لسه طالعين عايزين نتعلم أمورنا، فجت لنا كل الحاجات دي. صالح سرية هو اللي عمل قضية الفنية العسكرية وجعل أن السيطرة على الحكم هو بداية الأمر، فلا بد أنك أنت تسيطر على الحكم أولا، ثم بعد ذلك تنشئ البلد الدولة المسلمة، فهمت إزاي؟ فجعلها هدفه ولو بإراقة الدماء. عكس كل هم ماشيين بالعكس أصلا، هم كل حاجتهم ماشية بالعكس. لما تقرأ بطلب الكتاب وتاخد مقالاتهم نفسها هتجد أن هم يتفاهمين الإسلام بالمعكوس. ويؤكد ذلك أن صالح سرية وكتاب رسالة الإيمان التي تنادي بتكفير الحكام وجاهلية المجتمع واعتباره إدارة حرب قد نبعت من سيد قطب وكتابه ظلال القرآن، وأن شكر مصطفى وتنظيم التكفير والهجرة قد انبثق من ظلال القرآن، وأن محمد بن عبد السلام فرج وتنظيم الجهاد وكتاب الفريضة الغائبة كذلك انتهاء بتنظيم داعش، كل دول انبثقوا من كلام الظلال. وبيان ذلك أن تركي بن مبارك بن علي كتب كتابا عن الرجل الثاني في داعش أبي محمد العدناني طه صبحي فلاح، واسم كتابه اللفظ اللساني في ترجمة العدناني، فذكر أنه تأثر جدا بتفسير ظلال القرآن لسيد قطب، وأنه كان من أحب الكتب إلى قلبه حتى عكف عليه 20 سنة وهم بكتابته بخطه، وأنه في درس التلاوة مر على قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهزته هذه الآية من أعماقه، فقال لأحد أقرانه في الطلب ما هي مصادر دستور سوريا، لأن العدناني ده سوري، فأجابه ثم قال ما هي السلطة التشريعية، فأجابه ثم قال ما هي السلطة القضائية والتنفيذية، كل ذلك وصاحبه يجيب بما تعلمه في المدرسة، فقال له يا فلان يعني حكومتنا كلها كفر، فقال له صاحبه السلام عليكم وولى عنه هاربا، فكان هذا بدايته في بحث مثل هذه المسائل بتكفير كل الحكومات والمجتمعات الأول، وأن يبتدي الإسلام من هذه الجهة.
وقال صالح سري. والعجيب ان كل الفرق اللي اندبعت دي وانبثقت لم تقتل يهودي واحد. خد بالك عشان تعرف ان من وراءها وبيغذيها الفكر الصهيوني العالمي، عشان يحول الحروب الصليبيه في العصر الحديث من حروب مواجهه جيوش المسلمين بجيوش الكفار الى مواجهه جيوش المسلمين ببعض المسلمين. وهم دي صوره الحروب الصليبيه الحديثه اختلفت خلاص، ان هم جربوا المواجهه المباشره عرفوا ان هم بينهزموا فيه، فارادوا ان هم ينشئوا بقى فرق من داخل المسلمين يمولوهم ويدوهم سلاحهم علشان يحاربوا، وبعدين في الظاهر يقول لك احنا بنعترض على هذا، وفي الباطن يعني الامريكان نفسهم بيرموا اسلحه لداعش يقول لك على سبيل الخطا. اي خطا ترمي سلاح تمونه بسلاح ولو ده كان على سبيل الخطا. شيء عجيب، شيء عجيب، يستغفلوا مين مش عارف. وقال صالح سرية في رسالة الإيمان إن الحكم القائم اليوم، أنا قريت الكلام بتاع صالح سرية ده كرسته دي، أنا قريتها كلها أظن كنت في إعدادي طب أو مش فاكر يعني أو في ثانوية عامة بالفترة دي، وكنت ساعتها لا حافظ قرآن ولا بنحضر لمشايخ، لكن سبحان الله ربنا حمانا بحبنا للنبي من التأثر بهذه الأفكار، لأن إحنا طول عمرنا بنحب النبي ونحب الناس جميعا، اللي يحب النبي تلاقيه يحب الناس كلها، لكن هم لما تقرا في كتابهم تلاقي نفسك بتكره كل الناس بعد ما تقرا كلامهم، حتى ابوك يعني يتولد في قلبك بعد ما تقرا كلامهم انك انت كرهت كل الناس وحسيت نفسك انك انت بقيت جبهه وكل الناس وجبهه تانيه، يولد فيك هذه الكراهيه. فلما تولدت الكراهيه من قراءه الكتب دي انا عرفت منها ان دي مش بتاعه ربنا، مش هو ده الاسلام اللي احنا نعرفه. فكانت تتعرض علينا الحاجات دي لانه كانوا ساعتها بيوزعوا الكراسات على بعض الناس اللي هم بيصلوا في المساجد ويكونوا عندهم يعني متوسمين فيهم نوع من النباهة علشان ياخدوا ايه انصار دين. فالحمد لله اللي ربنا عصمنا بمحبتنا لنبينا، وإلا كان زماني دلوقتي من ايه من كبار زعماء القاعدة ومطلوب القبض عليه وعمال تدبح فيه. ربنا ينجينا. واما سيادة ربك بحاجة. وقال صالح سرية في رسالة الإيمان إن الحكم القائم اليوم في جميع بلاد الإسلام هو حكم كافر فلا شك في ذلك. تصدق هو نفس كلام سيد قطب في الظلال نقل والحرف. والمجتمعات في هذه البلاد كلها مجتمعات جاهلية فتبين من ذلك. المهم شوف لما بدأوا يجاهدوا وينصروا الإسلام يجاهدوا فين؟ يجاهدوا مش ينصروا في بلاد الكفر، لا الأول يكفروا بلاد المسلمين وبعدين يجاهدوا في بلاد المسلمين عشان تعرف إيه المؤامرة، عشان تنتقل حروب الصليبية إلى بلاد المسلمين في داخلها من داخلها. وده أسلوب خبيث للحروب الصليبية الحديثة. فتبين من ذلك أن تنظيم داعش في حقيقته إنما هو في الحقيقة موجة جديدة من أمواج الفكر التكفيري المنبعث من ظلال القرآن، وأن كتاب الظلال هو القاسم المشترك والخيط الناظم والروح السارية لكل تلك التيارات التكفيرية. كل ذلك يحتم علينا العقوف على إنجاز كتاب علمي نقدي دقيق يفند الأطروحات التي جاء بها ذلك الكتاب والتي ولدت تلك التيارات. ونحن في غنى عن التنبيه والتذكير بأن شخص سيد قطب في ذاته لا يعنينا، فقد مضى إلى دار الحق وهو بين يدي الحكم الحكم العدل، لكن الذي يعنينا هو أطروحته القرآنية في فهم القرآن ومقدار ما في تلك الأطروحة من نهج على حرمة من تهجم على حرمة الوحي الشريف وإلصاق الأفهام المغلوطة به، وعلى نحو افتقدت معه مقاصد الشريعة واستباحت به تلك الفئات تكفير عموم المسلمين ثم رتبوا على التكفير تعمد الإضرار بهم. فمقصودنا هو وضع تلك الأطروحة الفكرية تحت مجهر الفحص العلمي بغرض إزالة ما تم إلحاقه بالشرع من فهم مغلوط، ولو أن تلك الأطروحة عليها اسم أي شخص لا وجب أن نقوم معه بنفس الدور. يعني إحنا لما بننقد الفكر للمفكر، الأفكار هي اللي ننقد، أما هو فقد مضى إلى حال سبيله. زي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعلي ما اكتسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. فإحنا مش بنشوه شخصه لكن نشوه فكره، في فرق بين الشخص والفكر. وإذا كان يجوز لنا أن نستنبط من النص معنى يخصصه أو يعممه أو يقيده فإنه لا يجوز لأحد أبدا أن يستنبط من النص معنى يفسده ويكفر حملته،
ويكر على الوحي الشريف ومقاصده بالبطلان. ولقد كان على رأس أطروحاته فكرة الحاكمية، والتي أخذها من في الحقيقة من فكر أبي الأعلى المودودي. العجيب أن سيد قطب تأثر بأبو الأعلى المودودي. أبو الأعلى المودودي في بيئة غير بيئة سيد قطب. أبو الأعلى المودودي نشأ في الهند، وكان الهند هناك هندوس وسيخ، فكان بيكلم الهندوس والسيخ بكلام أنهم كفار، وإنهم أمخد فكر أبو الأعلى المودودي اللي بيوجه كلامه فيه إلى السيخ والهندوس إلى إيه؟ إلى جماعته عشان يوجهه للمسلمين. شفت بقى الطريقة الغبية والغريبة. وبعدين مين شيخه؟ يعني نظام الأزهر عندنا لابد في الإسناد. أما تيجي تشوف واحد متصدر للناس وهيتكلم، أول حاجة يسألوا مين شيخك؟ مين اللي علمك؟ مالوش شيخ، شيخه عقله ومخه، فهمت؟ وشيطان، وهي كده هواء بقى، الهوى والشيطان. من ليس له شيخ فشيخوه إيه؟ شيطان. هي كده الإمام الغزالي، من ليس له شيخ فشيخوه شيطان. انت حتى في اي مهنه في الدنيا، يعني لو محامي، لو طبيب، لو بتاع، وتيجي هتشتغل يقول لك اتعلم منين، واخد شهادته منين، مين اللي علمه، دي اول حاجه تسال. فازاي انت تقرا كتاب الظلال وانت عارف انه ملوش شيخ؟ ازاي تقرا اصلا؟ اللي عنده كتاب لا يكتب، يخليه يحتفظ بيه، اصل المسلمين طول عمرهم ما يحرقوش الكتب، يردوا عليه. عشان كده اللي يقول لك احنا عايزين ننقي التراث، التراث بينقي نفسه بنفسه، لان ما فيش حديث موضوع الا منبع عليه. فالتراث منقى اصلا، يقول لك احنا عايزين ننقي التراث، يعني تنقي التراث يعني ايه؟ يعني تمسحه، مش هتعرف تمسحه لانه مطبوع ودخل بيوت الناس كلها. تنقية التراث انك انت ترد على الافكار الخطأ وتبين مدى خطأها وتحتفظ بالكل. بالخطأ والرد عليه. هذه التنقية، فتلاقي التراث منقى بنفسه. فلا بأس ان يبقى كتاب سيد قطب مطبوع ويباع، ولكن يزيل في الطبعات القادمة بالرد عليه. فهمت ازاي؟ يعني نجيب الكتاب ده مثلا نزيله على 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 كتاب الظلال، او نخليه مقدمة لكتاب الظلال، بحيث انك انت بتنبه اللي هيقرا في الكتاب ده انه ينتبه لهذه الافكار خطأ. زي كتاب الزمخشري الكشاف في تفسير القرآن. الزمخشري كتاب بديع من حيث بيان وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن، أفضل من تكلم بوجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الزمخشري. لكن الزمخشري في كتاب حاشاه بالفكر المعتزلي، وكان معتزلي، فعمل إيه؟ ربنا يسخر لكتاب الكشاف زي ما سخر أسامة لكتاب الظلال كده، سخر لكتاب الكشاف ابن المنير. ابن المنير ده مسك كلام الكشاف كلمة كلمة وجملة جملة، وطلع منها النواحي المعتزلية، وقال لك خد بالك الحتة دي يقصد كذا، ما تجاروش عليه، والحتة دي كويسة عديها، الحتة دي ممتازة، والحتة مسك الكتاب كده ابن المنير. عشان كده اللي هيشتري الزمخشري لازم يجيب معاه ابن المنير، عشان قال تنقية التراث. يعني الأمة طول عمرها قاعدة بتنقي تراثها، خد بالك، مش مستنيين لسه شوية صحفيين الوقت يقول لك نقوا التراث، أو شوية مذيعين يقول لك نقوا التراث، لا، الأمة طول عمرها صحية ومتفاعلة على فكرة، ما نمتش أبدا. لكن المشكلة إن إحنا جيل ما بيقرأش، ولو قرأ يقرأ التراث المعطوب دون أن يقرأ الرد عليه. هذه المشكلة. بس توسعة دائرة القراءة هتبين لك أن التراث ينقي نفسه بنفسه. لكن مين أي جهة عليها سلطان إنها تيجي في الكتب مثلا تقول لك ممنوع نشر هذا الكتاب؟ هقول لك ده كده ضد الحرية، وده بعد لو منعته هينتشر أكتر. عارف ايام عبد الناصر لما منعوا كتاب بمعارف في الطريق انه يباع انتشر اكتر؟ تصدق بقى دي منع الكتاب يجعله ينتشر اكتر، ودعايه لا. فناخد بالنا من الحكايه. ولقد كان على رأس أطروحات فكرة الحاكمية، والتي أخذها في الحقيقة من فكر أبي الأعلى المودودي، إلا أن سيد قطب قد طور تلك النظرية وسخر لها قلم وبيان، فصنع منها نظرية متكاملة الأركان تنضح بالتكفير. قال القرضاوي في مذكرات هذه مرحلة جديدة تطور إليها فكر سيد قطب،
ونسميها مرحلة الثورة الإسلامية، الثورة على الحكومات الإسلامية أو التي تدعي أنها إسلامية، والثورة على كل المجتمعات الإسلامية أو التي تدعي أنها إسلامية. فالحقيقة في نظر سيد قطب أن كل المجتمعات القائمة في الأرض أصبحت مجتمعات جاهلية. تكون هذا الفكر الثوري الرافض لكل من حوله وما حوله، والذي ينضح بتكفير المجتمع وتكفير الناس عامة. ويقول بعد ذلك: وأخطر ما تحتوي التوجهات الجديدة في هذه المرحلة لسيد قطب هو ركونه إلى فكرة التكفير والتوسع فيه. وقد بنى سيد قطب فكرة الحاكمين على فهم مغلوط لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حيث ذهب تبعا للمودود إلى تكفير الشخص بعدم إجراء الأحكام الشرعية، وإن كان معتقدا أنها حق وأنها وحي من الله حتى وإن كان لم يتمكن من إجراء لعارض من العوارض. وهذا مذهب غريب جدا، أو بالضبط زي مذهب إيه؟ واحد مسلم بيكذب وربنا قال إن الكذب حرام، يبقى المسلم اللي يكذب كافر لأنه حكم ما لم يحكم به الله، كذب والله يقول لا تكذب. أو واحد مسلم سرق وربنا يقول السرقة حرام، يبقى ده اتخذ رزقه من طريق لم يأمر به الله، يبقى كافر. واللي كفروا بالمعاصي مين؟ والكبائر الخوارج، يبقى ده فكر خارجي. كذلك من لم يحكم بما أنزل الله ويعلم أنه أنزله الله يبقى عاصي. فهمت ازاي؟ زي شارب الخمر ويعلم أن الخمر حرام يبقى عاصي. فهمت بقى المسألة؟ زي ترك الصلاة وعارف أن الصلاة واجبة يبقى عاصي، لكن ما يبقاش كافر. فهمت بقى المسألة؟ المشكلة أنه هو حول أن من لم يحكم ولو كان مقرا أنه أنزله الله يبقى برضو كافر. فكر غريب. شفت النقطة الخاطئة بقى؟ لا، افرض الحكام قال لك والله أنا شايف أن الناس مش مؤهلة لحكم الله الآن، وأن النظم الاجتماعية العالمية الآن هتدخلنا في مشاكل لو قطعنا يد السابق، وهتعمل لي مشاكل وهيقطعوني وهيحصروني اقتصاديا وهيعملوني، فأنا هأجل هذه الأحكام الوقت. إيه المانع؟ ما سيدنا عمر بن الخطاب أجل قطع يد السارق في عام إيه؟ في عام الرماد. إيه المشكلة؟ يبقى قلنا على سيدنا عمر كفر؟ ما كفرش. فهمت بقى إزاي؟ لا، لأن الفترة دي غير مناسبة لإيه؟ لقيام حكم معين. أجل المسألة دي حتى تأتي الفكرة المناسبة. لكن سيد قطب عنده المسألة يعني إيه؟ حياة أو موت؟ يعني إيمان أو كفر؟ وهذا مذهب غريب جدا في غاية التشدد والتضييق، يسارع في التكفير ويتوسع فيه ومتفرع عن فكرة أخرى عنده، ويجعل الحاكمية من أصول الإيمان. فزاد في أمور الاعتقاد أمرا من عنده ثم كفر الناس بعدم الوجود عنده، وهذا بعينه مذهب الخوارج ومذهب علماء المسلمين جيلا من وراء جيل من طبقة الصحابة على خلاف رضي الله عنهم على خلاف ذلك. وقد ذهب العلماء إلى عدد من الأقوال والتوجهات في فهم الآية الكريمة، أرجحها أن الآية تعني من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا كون تلك الأحكام وحيا وحقا فهذا كفر دون شك. أما من أقر أنها حق ووحي وأمر إليه لكنه تعذر عليه تطبيقها فهذا ليس بكافر. وده منهج علماء المسلمين. وبعدين نقل لك كلام الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير نقلا عن عكرمة، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما من عرف بقلبه كون حكم الله وأقر بلسانه كون حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية، وهذا هو الجواب الصحيح. وقال حجة الإسلام الغزالي في المستصفى قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلنا المراد به ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذبا به وجاحدا له. لكن احنا حكامنا على مر العصور بيصلوا وامرهم قالوا ان الآيات اللي فيها الحكم بما أنزل الله دي آيات ليست من القرآن، بل بيدوا جوائز لحفاظ القرآن، يبقى زي انا كفرهم. فهمت بقى المسألة؟ في منتهى الخطورة. وقال الإمام أبو محمد بن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز: لفظ هذه الآية ليس بلفظ عموم، بل لفظ مشترك يقع كثيرا للخصوص، كقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وليس حكام المؤمنين يتحكموا بغير الحق في أمر بكفرة الوجه. والذي يتصفح كلام الأئمة يجد أن ابن مسعود وابن عباس والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وإبراهيم النخعي والسدي والتحاق
وأبا صالح وأبا مجلس وعكرمة وقتادة وعامرا والشعبي وعطاء وطاووسا، ثم الإمام الطبري في جامع البيان، وحجة الإسلام الغزالي في المستصفى، وابن عطية في المحرر الوجيز، والإمام الفخر الرازي في مفاتيح الغيب، والقرطبي وابن جزي في التسهيل، وأبا حيان في البحر المحيط، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، والألوسي في روح المعاني، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير، والشيخ الشعراوي في تفسيره، جميعا أطبقوا على فهم في الآية، أطبقوا على فهم واحد في هذه الآية. وفي المقابل يقول الأستاذ سيد قطب عن كل ذلك: إن المماحكة لهذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة، والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلمة عن مواضعها. يعني بيقول إن فهم كل دول دي مماحكة. وقال الكلام ده في كتاب الزلال في الجزء الثاني صفحة 98 و800. ونقف عند هذا الحد ونكمل الجمعة القادمة إن شاء الله. إحنا لابد إننا نفهم هذا الكلام ليه، لأن في بعض الشباب ما زال مخدوع بهذه الشعارات، ما زال كثير من الشباب مخدوع بالشعارات.